السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم. انا دكتور احمد سلامه. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن خواص الواير الستيل والتي ام اي، وقلنا ان احسن واير في السبيس كلوجر كسلايدنج ميكانكس هو الستيل، واحسن واير للفريكشنلس ميكانكس والفينشنج هو التي ام اي، ليتميز كل نوع منهم بخصائص معينه وضحناها من خلال شرح الستيل سترين كيرف. فلو في اي حاجه من الخصائص اللي ظهر قدامنا دي احنا مش عارفينها، يا ريت نرجع للفيديو اللي فات الاول وبعدين نيجي للفيديو ده. عشان نسهل على نفسنا مرحلة الالايمنت فيز وبداية الليفلينج، محتاجين واير مور فليكسبل عن الستانلس ستيل، في نفس الوقت ما يحصلوش بيرمننت ديفورميشن. على ديفليكشن عالي يقدر يرجع لشكله الاساسي ويرجع الاسنان لمكانها اللي احنا عايزينه، فيوفر علينا وقت وجهد من الواير بيندنج ويجزيرت لو كونتينوس فورس. النهارده هنشرح ان شاء الله خصائص معينه للواير النايتاي، بعدين نطبق الكلام ده عملي في وركشوب، ونذكر بعض الامثله كلينيكال باذن الله. فالواير التي ام اي كان تقريبا بيدينا 40% من الستيفنس بتاعت الستانلس ستيل، زي ما احنا شايفين النايتاي 1/6 من الستيفنس بتاعت الستانلس ستيل، معنى كده ان هو مور فليكسبل، لكن كان ستيل برضه بيحصل له بيرمننت ديفورميشن على الهاي ديفليكشنز. فظهر بعد كده سوبر الاستيك نايتاي، هو اللي احنا بنستخدمه حاليا، فهنشرح الفرق بينه. ده الستيل سترين كيرف بتاع النايتاي واير. نشرح السوبر الاستيك او السود الاستيك بروبرتي الثيرمو الاستيك افكت. اول معلومه محتاجين نعرفها ان الواير النايتاي الحالي بتاعنا باينري فيز، يعني نفس الواير تحت مؤثرات معينه بيتغير من فيز لتاني. فالفيز الاولانيه الاوستنايت فيز، وهي اللي بتبقى موجوده اندر هاي تمبريتشر او لو ستريس. المارتنسايت فيز في اللو تمبريتشر او في الهاي ستريس. يعني ايه؟ يعني الواير دلوقتي لو في هاي ديفليكشن، يعني في ستريس عالي على الواير، بيبقى في المارتنسايت فيز. في اللو ديفليكشن بيبقى في الاوستينايت فيز. لو عملنا كولينج للواير هيبقى في المارتنسايت فيز، لو التمبريتشر عاليت هيبقى في الاوستينايت فيز. وببساطه الفرق بينهم وترتيب الجزيئات بينها وبين بعضها، فبيبقى الاوستينايت فيز مور ستيف عن المارتنسايت. فدلوقتي الواير معانا، هنبدا نابلاي فورس عليه عشان نعمله انجيجمنت على البراكت. فدلوقتي من بوينت A لبوينت B، احنا دلوقتي مثلا على ديفليكشن 1 ملم، فبياخد الاسندنج لينير ريليشن العادية اللي احنا عارفينها. لكن بنلاحظ لو زودنا الاستريس مثلا 2-3 ملي، هنلاقي الكيرف اخد هوريزونتال بلاتو، معناها ان الاسترين زاد هاي ديفليكشن، في نفس الوقت الاستريس اللي على الواير بنفس المستوى اللي كان عليه على اللو ديفليكشن. ولو زودنا الديفليكشن عن كده هياخد الواير، هياخد اسندنج ريليشن تانية، وعشان كده تسمى سوبر الاستيك، ان هو اخد الالاستيك ليميت بتاع الاوستينايت بالاضافة للمارتنسايت فيز، فكده بقى سوبر الاستيك. والاسم التاني السودو إلاست، ان هو عدى الإلاستيك ليميت بتاع الأوستينايت ومع ذلك حصل كومبليت سبرينج باك لأنه تحول لمارتنسايت، فعشان كده تسمى سودو إلاستيك. تفسير اللي حصل ان الواير كان في الجزء ده أوستينايت فيز، وبعدين كل ما زودنا الديفليكشن بدأ الاستريس اللي كان المفروض على الواير ده يستهلك فيه ترتيب الجزيئات من جديد من الأوستينايت للمارتنسايت فيز، ولما تحول للمارتنسايت بدأ ياخد اللينير ريليشن بتاعة المارتنسايت فيز. وده كده اللودينج كيرف، يعني احنا كده ركبنا الواير دلوقتي على البراكت، وبعدين الجزء الأهم اللي هيحصل فيه الأنلودينج. لما الواير يبدأ يرجع لشكله الطبيعي بينزل على كيرف أقل من الكيرف اللي فات في المارتنسايت فيز، بعدين يبدأ يتحول من مارتنسايت لأوستينايت فيز، بعدين يرجع في الأوستينايت فيز من غير بيرمننت ديفورميشن. فبنلاقي الكيرف أخد الشكل ده، والفرق بين اللودينج والانلودينج كيرف حاجه اسمها هيستيريسيس، نتيجه اللوس اوف انرجي اللي بتحصل في الفرق بين اللودينج والانلودينج. فاهم جزء في الكيرف ده هو اللور بلاتو، يعني الواير دلوقتي لو على ديفليكشن 4 مللي الواير هيكزيرت فورس على التيث نفس اللي هيبقى عليها لما الديفليكشن يقل ل 3 و2 مللي، فده بيخلي الواير افكتيف لفتره طويله، فهتفضل الفورس لو كونتينوس على التوث سواء على الهاي او اللو ديفليكشن. وطبعا اي ماتيريال بيبقى ليها ليميت، فلو احنا زودنا الديفليكشن قوي ل5 أو 6 مللي ممكن يحصل له بيرمننت ديفورميشن، فنخلي بالنا برضو واحنا بنستخدمه تقريبا الرينج الافكتيف من 2-4 مللي. طبعا احنا مكبرين الالاستيك ريجون، فالفرق بينه وبين الستانلس ستيل كبير جدا، تقريبا 1/10. نيجي للثيرمو الاستيك بيهيفير، ان احنا عايزين نقلل الفورس اكتر من كده كمان. فلو احنا عندنا واير ستانلس ستيل وعملنا فيه بيندنج او بيرمننت ديفورميشن مش هيحصل له كومبليت سبرينج باك، لكن في النايت اي واير مع بعض التعديلات على مكوناته في الروم تمبريتشر او لو عملنا كولينج للواير هيبقى في المارتنسايت فيز اللي هي السوفت فيز. نبدا نعمل انجيجمنت للواير على البراكتس، هيبقى سوفت جدا فهنعرف نركبه على البراكتس بسهوله،
ولما الواير ياخد الاورال تمبريتشر يبدأ يرجع للاستينايت فيز اللي هي المور ستيف، يبدأ يعمل توث موفمنت، وده لو احنا عملنا كولينج للواير كله او ان احنا نستخدم ايس سبراي زي الاندو ايس او الاورثو ايس او الايثايل كلورايد سبراي بتاع البالب تيستينج على كوتون بيلت بتويزر، فممكن نبرد الجزء اللي فيه الهاي ديفليكشن بس، فهيتحول الجزء ده لمارتن سايت وهيبقى اسمها مارتن سايت ايلاندز، وبعد ما نعمل انجيجمنت يبدا الجزء ده يتحول عادي لاوستينايت تاني في الاورال تمبريتشر. لكن الخاصيه دي كانت بتظهر على تغير كبير في درجات الحراره اللي هي الترانزيشن تمبريتشر رينج اللي بيتحول فيها من مارتن سايت لاوستينايت او العكس بالهيتنج والكولينج. فعشان نصغر التي تي ار ترانزيشن تمبريتشر رينج نتحكم فيها في درجات حراره محدده قريب من الاورال تمبريتشر، فكانت اضافه الكبر للنايتاي والكروميوم فده زود السترينث بتاع الواير وبالتالي قلل البيرمنت ديفورميشن اللي بيحصل، والريديوس هيستيريسيس معناها ان هو قلل اللودنج كيرف وبالتالي بقى في ايزي انجيجمنت الواير على البراكتس. فلو عملنا كولينج للواير وعملنا البيرمنت ديفورميشن بالطريقه دي، فلما ياخد الاورال تمبريتشر بتاعت الاورال كافيتي يبدأ يرجع لشكله الأساسي. فحسب نسبة الكبر في الواير بتتحدد TTR، وأهم نقطة فيها هي الأوستينيتك فينش تمبريتشر اللي هي درجة الحرارة اللي بيتحول فيها الواير من مارتن سايت لكمبليت أوستينايت فيز اللي هي المور ستيف فيز، وتحصل التوث موفمنت بقى في الدياجرام ده الروم تمبريتشر على 22 تقريبا، فالواير ال 15 في الروم تمبريتشر والبادي تمبريتشر هيبقى أوستينايت، فمش هنشوف الثيرمو إلاستيك بيهيفير. لكن 27 هيبقى في الروم تمبريتشر، في الروم تمبريتشر هيبقى سوفت شوية، وفي البادي تمبريتشر هيبقى كومبليت أوستينايت، والكبر نايتاي 35 في الروم تمبريتشر هيبقى كومبليتلي سوفت، وفي البادي تمبريتشر بيتحول لأوستينايت فيز بيبقى مور ستيف ويكزيرت فورس على التيث ويعمل توث موفمنت. أما الكبر نايتاي 40 بيبقى سوفت في الروم تمبريتشر والبادي تمبريتشر وما يتحولش أوستينايت إلا لو البيشنت شارب حاجات دافية أو سخنة عشان يقلل الفورس على التيث، فتبقى الفورس انترميتنت مش كونتينوس على التيث. طبعا لظروف خاصه عند البيشنت ده هنقولها بعد شويه. وهنا عندنا تساؤل، طب احنا لو استخدمنا ال15 او الواير اللي فات اللي هو الاوثنتيك اكتيف واير ان احنا ممكن عادي نعمل له كولينج ويبقى في المارتن سايت فيز، لكن هنلاحظ ان في جامب كبيره بين المارتن سايت والاوستينايت فيز، وده هيخلي فرق الفورس كبير بين اللودنج والانلودنج كيرف. اما في الوايرات دي هنلاقي الفرق بين اللودنج والانلودنج اكسبتبل، فالواير ال15 يعتبر مش موجود دلوقتي لان هو بيابلاي هاي فورس ليفل، والواير 27 الاوستينايت فينش تمبريتشر بتاعته 27 فبيستخدم في الافريج والهاي بين ثريشولد اللي هو البيشنت اللي عنده الاحساس بالبين على الهاي ستيمولس والبريدونتال هيلث كويس، ولما نكون عايزين اسرع توث موفمنت في الكبر نايتاي وايرز. الواير 35 الميزه الاساسيه بتاعته الايزي انجيجمنت في الروم تمبريتشر والبيشنت بين ثريشولد في اللو او النورمال والبريدونتال هيلث اكسبتبل. اما الواير ال40 فبنستخدمه للبيشنت البريدونتالي كومبرومايزد، زي ما احنا شايفين الفورس ليفلز 27 اعلى من 35 و35 اعلى من ال40. في بعض الشركات لو انت ما لقيتش مكتوب عليها تي تي ار بتاعت الواير بيكتبوا بس كابر نايتاي واير، فالاوستينايت فينش بتاع الواير ده بتبقى تقريبا 27، اما الثيرمو الاستيك واير هيبقى مكتوب عليه 35 او 40 ديجري، فحسب الانديكيشن هتختار الواير المناسب للكيس بتاعتك. فخلينا نقول مثال دلوقتي على اللي بيحصل كلينيكالي. فالواير لو كان 35 في الروم تمبريتشر هيبقى في المارتن سايد فيز، فهنقدر نعمل له ايزي انجيجمنت على البراكتس، بعد شويه الواير هياخد الاورال تمبريتشر ويتحول لاوستينايت فيز، فهيبدا الاستريس يزيد على الواير فهيتحول تاني من اوستينايت لمارتن سايد فيز، بعدين ديورينج اللودنج هي اكزيرت لو فورس على التيث. لو البيشنت شرب حاجات ساقعه او كان مثلا ايس كريم هيبدا الواير يتحول تاني لمارتن سايد، وبعدين لما تعلى درجه الحراره على الواير وتاخد الاورال تمبريتشر يبدا تاني يتحول لاوستينايت فيز، وهكذا. زي ما احنا شفنا الثيرمو الاستيك افكت والسوبر الاستيك افكت اسمهم مع بعض شيب ميموري، ان الواير بيبقى فيه ميموري في ترتيب الجزيئات بينها وبين بعضها، زي مثلا البريدونتال ليجامنت لما نيجي نعمل اي موفمنت في التيث هتبدا عايز ترجع التيث لمكانها الاولاني، فنفس الفكره بين المارتن سايت والاوستينايت فيز بحيث الواير يرجع للشكل الاساسي اللي اتكون عليه. لكن الثيرمو الاستيك افكت لاحظ ان الاوستينايت فينش بتتغير نتيجة لزيادة الاستريس على الواير 27 والأقرب للبادي تمبريتشر عن ال 35 اللي هو بيبقى مارتن سايت في الهاي ديفليكشن، فالمشكلة إن الواير هيبقى في الأورال تمبريتشر مارتن سايت فهيبقى فيري سوفت، فالفورس مش تبقى افكتيف على التيث.
هنلاقي الاوستينايت فينش الحقيقيه اللي موجوده على الواير مش ثابته. فاحنا باختصار كده لو احنا محتاجين الثيرمو الاستيك افكت هنستخدم 27، لو بيرتونتلي كومبرومايز بيشنت هنستخدم 35 في حاله الهاي ديفليكشن حسب الكيس اللي معاك. ما ننساش برضو ان النيكل تيتانيوم وايرز السيرفيس رافنس فيها عالي، السيرفيس رافنس عايزينه اقل ما يمكن في السلايدنج ميكانكس، فبنستخدم الستانلس ستيل. لكن هيفرق معانا في الالاينمنت البيجي باك ميكانكس، لان البراكتس بتتحرك على الواير زي ما هنشوف في الورك شوب. وفي نقطه مهمه اجلناها للاخر عشان ممكن نتلخبط لو قلناها في اول الفيديو، وهي الاسماء العلميه للوايرات النايتاي اللي بنستخدمها. فالسوبر الاستيك واير اسمه اوستينيتك اكتيف واير، يعني الواير في الاصل بيبقى اوستينايت بعدين بيتحول مارتنسايت بالستريس انديوس ترانسفورميشن. اما الثيرمو الاستيك واير او الهاند واير هيت اكتيفيتد نايتاي واير بيبقى اسمه مارتنسيتك اكتيف واير، يعني الواير بيبقى مارتنسايت في روم تمبريتشر زي 35 في البادي تمبريتشر بيتحول لاوستينايت فيز. وطبعا موجود دلوقتي مالتي ستراند ستانلس ستيل واير، هو يبقى برضه فليكسبل، لكن احنا بنتكلم عن الحاجات الافيلبل في الماركت، يبقى متوفر في كل مكان وسعره مناسب. ريكاب على النقط اللي احنا قلناها، نايتاي واير هاي سبرينج باك وهاي ريزيلينس فهنستخدمه في الالاينمنت، ولو ستيفنس معناه ما ينفعش نعتمد عليه في الاستابيليتي للارش فور. فلو في مثلا كيس هاي كاناين واستخدمت كونتينوس واير نايتاي هيحصل حاجه اسمها رولر كوستر افكت زي ما هنشوف في الورك شوب. فعشان كده بنستخدم البيجي باك ميكانكس ونعتمد على الستيفنس من المين ارش واير اللي هو الهيفي ستانلس ستيل واير، بالاضافه للواير النايتاي اللي هيعمل الاينمنت للديسبليس توث. اما البيتا تيتانيوم التي ام اي واير جود فور موبيليتي وسبرينج باك وريزيلينس، فبنستخدم الواير ده في الفينشنج او في الليفلنج للكيرف سبي او اليوتيليتي ارشز، وفي الفريكشنلس ميكانكس او الريتراكشن لوبس. ونخلي بالنا في الفورس ليفل الفرق بين النايتاي والتي ام اي والستيل، والبيرمنت ديفورميشن اللي بيحصل في الواير بتبقى هاي في الستانلس ستيل والتي ام اي اقل منه، والنايتاي بيحصل تقريبا كومبليت سبرينج باك للواير. نبدأ نشوف الكلام ده عملي في الوركشوب.